خويا هاد الناس تعدوا حدود الله بزاف وحيدوا مسائل ديال الجورة والاسلام وما كاين لا ناهي لا منتهي. واش بنادم كيتعدى عليك الثلاث ولا اربعه ملي خلا اولادها مشاو اللي خدام خدام ولقيتو السيده غادا غير تسواني راسها من الضرب ديال الثلاث زدتو بها الاثنين لا اربعه واش بغاو يتمونا؟ هادشي راه ما كاينش. حنا كنطالبوا النصر ديال الله وديال الحق. حنا بغينا الحق، بغينا الحق وعاش الملك. ما بغينا حتى حاجه الا الحق. الا كيتسالونا الحق ياخذوه منها، ولا هما يتعدوا علينا بغينا الحق ياخذ المجرى ديالو. عندنا ولد عنده 30 عام راه في العنايه المركزه، الا مات داك الشاب منين غنجيبوه؟ منين غنلفو خلفوه؟ وهاد السيده الا ماتت غيتم ولادها منين خلفوها؟ الا كان قدر الله قدر الله، اما قدر العبد خصو ياخذ الحق ديالو. تمي جاي من الخدمه تتبان لي الوالده ديالي خارجه تجيب واحد الدريه صغيره، تلقيتهم محامين عليها، شي ضرب بالموس شي ضرب بالجعب شي، قلت لهم واخا تكون كاع يهوديه هاد السيده هادي ما ديروش لها هاد الشيء هذا. قال لي اجي حتى بغيناك، تضربت الضربه الاولى اللي تضربت، تضربت هنايا النيف ضربني بجعبه، ما حليت عيني حتى للسبيطار، لقيت راسي مضروب ضربه هنايا في الراس وضربه في النيف. الغد لي السيده غادا باش تسواني، ما كاينين لا ولادها لا والو. حلت الباب مع 9 ديال الصباح، حلت الاخرى الباب، قالت لولادها خرجوا ها هي راه كاينه بوحدها. خمسه الناس هازين الجناوه ما لا شفقة بلا رحمة. السيد جا باش يشوفها، تبعوه بالجناوه، ضربوه ضربه تحت من القلب، قطعوا لي الشرايين ديال اليد، وباقي الان في الانعاش. ورغم ذلك تيجيو الناس تيصيفطوا لنا ناس تيتساوموا معانا باش نديروا مع هاد الناس الصلح. اش من صلح في هاد البلاد؟ الا كان بحال ما هكا الصلح راه اللهم هذا منكر. حنا في رعايه سيدنا الله ينصرو، جلاله الملك الله ينصرو. الا ما خداوش لينا حقنا راه حنا مظلومين، راه بزاف هادشي هذا. تنطالبوا بالعداله تاخذ المجرى ديالها. حنا بغيناهم هاد الناس هادو يتشدوا، ماشي يطلقوا عن طريق صراح. سبب النزاع دريه صغيره خارجه، هاد السيده هادي عندها عامين ونص خارجه، قلنا للجدها تبعيها. هما سبب النزاع سيدي، كاينه سياره تتحط بعيده منهم هاد الناس هادو. قال لك سيدي السياره تضرق ليهم على الباب ديالهم. انا باغي نعرف، باغي نعرف من الامن واش السياره ما عندهاش التوابيت ديالها، ما عندهاش، ما تتخلصش قوانين ديال الدوله، وجاو تيساهموا فينا. نعطيكم اللي خسرتو ومريضنا ما عنده باس. واش حنا هاد السيده هادي الا ماتت ولا مات لنا داك السيد غيعاودوا لنا المال؟ هادشي ما تيتعوضش. وشري السيد عنده 84 سنه، كله الكتف ديالو كله مشى ومهرس، وباقي عندنا واحد ما عرفناش ميت ولا حي. تنعيطو تيقول لك راه داخل العنايه المركزه. ومني جاو اليوم تيقول لك اسيدي حنا طلقنا واحد انه مختل عقليا، راه لا يعقل. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، الله ينصر سيدنا، راه كاين سيدنا في البلاد. الوالده ديالي كانت جالسه ما بها ما عليها، خرجت بنت خويا عندها عامين ونص. انا اللي قلت لها الوالده هبطي جيبي الدريه، هبطي جيبي الدريه، لا دوز شي موتور لا شي طوموبيل، ما صدقوش شي حادثه. مني خرجت الوالده دايز ولد السيده طفل عليها وعايرها، قالت لي سير نعال عليك الشيطان واتقى الله في وجه الله. مني دار ضربها خرجت امو، مني خرجت امو اختو خارجين بالزراوط وبالهراوات وبالجناوه، ضربوني انا، ضربوا خويا، ضربوا الوالد ديالي. رحنا في واحد الحاله يرتلاها، رحنا في واحد الحاله يرتلاها. عاش الملك. تنطالبوا سيدي بالحق ياخذ المجرى ديالو، تنطالبوا بالعداله، تنطالبوا القانون. كل ما تنتمناو من الله ان هاد الناس ياخذوا الاجراءات اللازمه فيهم. انا بغيتهم كلهم ياخذوا العقاب ديالهم، حتى واحد ما يخرج منا. خويا الهضره اللي قالوا قديه هو اللي كيضرب علي بالموس الجلوية، خربت لي وجهي، درت لي كلشي وجهي وليفي وشاربي، وهنايا نزع لي بالهراوة وبالحديدة. هاهي هنا نطلب الحق والله ينصر سيدنا ويتحقي منهم. إلا قالوكو مريض، أنا مريضة، عندي السكر، عندي كلشي، تنصيو، عندي الحساسية. الله ينصر سيدنا، ينتظر منه، ياخذوا لي حقي منه.